قبل ما نقفل المباراة كابتن أحمد، أنت أفتيتنا في مباراة النصر، فالجماعة في تويتر يسألوك عن مباراة الهلال فيما يخص ركلات الجزاء. انا شايف، انا قلت ضربه الجزاء الاولى حسيت انها بتاعت ايجالو لا فيها تمثيل شويه، لانه ما وقعش في ساعتها، وقع بعديها بكام ثانيه. انا دي احساسي ان هي ضربه الجزاء الاولى ما كانتش ضربه جزاء. انا حتى اتكلمت مع كابتن حسن وهو بيقول لي لا ضربه جزاء، فانا قلت لا، انا شايفها ان هو وقع بقى، يعني هو اتخبط بس الخبطه ما وقعتوش في ساعتها، لا وقع بعديها بكام ثانيه. فانا من وجهه نظري ان ضربه الجزاء الهلال الاولى برضه ما تحسبش.